شكرا السيد المستشار على طرح هذا السؤال. بغيت نشير ان قطاع النقل الطرقي للبضائع اولا تيساهم بشكل كبير في تنميه المبادرات التجاريه لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، واذا كذلك في تنافسيه الاقتصاد الوطني. هذا القطاع مازال يعرف عدد من المشاكل البنيويه واللي تتحد من التنافسيه والمهنيه ديالو. باش نتجاوزوا هذه الاكراهات قمنا في اطار الحوار مع المهنيين الى تحديد واحد العدد الاولويات اللي مع المهنيين شفنا بانه يمكن لها تعاوننا نتجاوزوا المشاكل الانيه اللي تعرفها القطاع. وتتمثل كيف تتعرفوا هذه خمسه ديال الاولويات في التصور لحل اشكاليه المركبات المتشابهه ذات الحموله الاجماليه المختلفه، مراجعه شروط الولوج الى مهن النقل الطرقي للبضائع ومزاولتها والبقاء فيها، العمل على بوارات تعريفه مرجعيه لاثمنه النقل الطرقي، ومشروع قانون المقايسه بين اثمنه النقل واسعار المحروقات، وايضا اخيرا العمل على اصلاح بيان الشحن ورقمنته. من جهه اخرى اشتغلت الوزاره على تفعيل مجموعه من الاجراءات والتدابير من اجل استمراريه عمل المقاوله النقليه ودعم تنافسيتها، ومن الاهم يمكن نذكر تقديم دعم المالي الاستثنائي والمباشر للمهنيين للتخفيف من انعكاس ارتفاع اسعار المحروقات، تخصيص 250 مليون درهم لتجديد الحاضره لسنه الماليه 2022، مواصلة مجانية التكوين للسائقين بتكلفة سنوية تبلغ 100 مليون، انطلاق استفادة المهنيين من الحماية الاجتماعية، وكذلك تسريع عملية تبسيط ورقمنة المساطير الإدارية. وشكرا.